مستقبل الواقع الاقتصادي في لبنان محور محادثات رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع وفد من المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة في بعبدة. عون أشار إلى أنه يجب تأمين المال والاستقرار بالإضافة إلى التقدم الصناعي لإكمال عوامل الإنتاج ودعم الليرة، ولفت إلى أن الاقتصاد اللبناني لا يستطيع الاستمرار في الدين، ومن غير المقبول انتظار الأسواق العالمية للعمل. وتطرق الرئيس عون إلى الإرهاب والفساد كاشفا عن نوع من التواطؤ بين اللبنانيين والسوريين لتهريب البضائع عبر ممرات برية غير شرعية. نحن كنا خايفين من الإرهاب، خلصنا منه، مع الأسف صار في عنا فلتين داخلي خاصة عند السوريين، وهيدا كمان عم نحاول نضبطه اليوم. المطار نهائيا مسكر على التهريب. بالتغيير اللي صار 80 يوم زاد المدخول، نقصت البضاعة المستوردة من خلال مرفأ بيروت 15%، وبالعكس زاد دخل الوارد من وسائل جمرك هون 6%، يعني 77 مليار ليرة أو 80 يوم اللي مرقوا. من جهته وضع وزير الاقتصاد رائد خور الرئيس عون في تفاصيل التحديات والمشاكل التي يواجهها القطاع من جهة، والحلول التي يجب أن تقوم بها الدولة لدعمه من جهة أخرى. الدورة الأولى لسلسلة من المنتديات السنوية القادمة، والتي سوف تغطي مواضيع مختلفة تعني بشكل مباشر بتحسين بيئة الأعمال في لبنان ووضع آلية محفزة للاستثمار وتأمين استمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تحدياتك تحدياتنا هو عنوان المنتدى، والذي يستمر طوال يوم الثلاثاء ويتضمن مداخلات ونقاشات بين ممثلين رئيسيين للقطاعين العام والخاص بمشاركة وزارة الطاقة والاتصالات ووزارة الصناعة والسياحة، إضافة إلى المصارف وممثلين عن المجتمع المدني والدولي والمؤسسات غير الحكومية.